ماشي يا جماعة. قبل 4 سنين استقلت من شغلي في ألمانيا وروحت عشان أشتغل بغزة، وبلشت أشتغل بغزة سكاي جيكس، المكان اللي منسق الإيفنت هاد. برجع فيكم لليوم اللي قبله، صحيت من النوم لقيت في إيميل جاييني من مدير غزة سكاي جيكس في هداك الوقت، قال لي إياد بتحب تيجي تشتغل معنا ولا لا؟ لمعظم الناس اللي بتكون عايشة برا وبتشتغل برا بيكون القرار شوي صعب، لكن كان إلي جدا جدا سهل. مباشرة رديت على الإيميل وقلت له آه، بدون حتى ما أعرف شو بدي أشتغل في غزة سكاي جيكس. وروحت تقريبا زي اليوم من 4 سنين واشتغلت مدير برنامج الشركات الناشئة أو الستارت أبس. طبعا مديري كان عارف ان انا بعرفش كثير عن الستارت ابس، كل معرفتي عن الستارت ابس هي عباره عن انه مره حاولت انا وزميلي في الجامعه نعمل ستارت اب وفشلنا فشلا ذريعا، وانه انا بعرف بالبزنس، معي ماجستير اداره اعمال، وانه اشتغلت في بعض الشركات اللي موجوده غاد ما بين امريكا اوروبا ودبي. نزلت على غزه طبعا 3 ايام في المعبر في الترحيل، اسوأ رحله بالعالم، وحلفت انه إذا طلعت من غزة بديش أرجع كمان مرة، وطلعت بعدها 25 مرة وكل مرة كنت برجع. زي أي حدا بيسلم شغل جديد بتمضي أول أشهر إلك إنك تتعلم عن الشغل هذا، تفهم بالضبط شو لازم تعمل، شو الأهداف المتوقعة منك. فعشان هيك بلشت أعمل اللي بعمله دايماً، بلشت أقرأ كتب، بلشت أقرأ مقالات، بلشت أحكي مع الناس وأسأل وأتعلم أكثر عن الريادة وعن بناء الستارت أبس. في أول 4 شهور إلي قرأت أكثر من 30 كتاب عن الستارت أبس، قرأت أكثر من 70 مقالة وتقرير عن الستارت أبس، حكيت مع أكثر من 55 واحد بنوا ستارت أبس قبل هيك أو بيديروا حاضنات ومسرعات أعمال. ففي ال4 شهور هاي تعلمت علم كثير كبير، وحسيت انه بلشت تصير عندي الخبره والمعرفه، فانا بقدر ادير برنامج الستارت اب في غزه سكاي جيكس. لكن دائما كنت بحس انه في شيء ناقص، في شيء مش مكتمل، في شيء انا مش فاهمه على اساس انه نقدر نبني ستارت ابس في غزه، نبني الايكو سيستم او الستارت اب ايكو سيستم في غزه، ونقدر نساعد الرياديين منيح. فباحد الايام انا جاي من بيتنا على المكتب، كل يوم لما بدي اطلع على المكتب لازم اطلع عن طريق البحر، فبمر على الشيخ عجلين، وكل يوم بكون يوم اعتيادي، باجي من البيت على المكتب بخلص شغلي بروح. في هذا اليوم انا جاي من البيت على المكتب وشفت الاشي اللي فعليا خلاني اغير وجهة نظري وفكري عن ريادة الاعمال في فلسطين، وعلمني اكبر درس في ريادة الاعمال. كنت بتوقع انه اكبر درس اخذه في رياده الاعمال بده يكون من جامعتي في المانيا او جامعتي بامريكا او من شغلي مع كوكولا او اي واحدة من الاماكن هاي، ولا مره توقعت انه درس رياده الاعمال الاكبر اللي بدي اخذه في حياتي بده يكون من واحد من مخيم الشاطئ، مع الاحترام لكل المخيمات طبعا. وانا طالع بالسياره على البحر شفت على الشيخ عجلين في حدا ماسك سبراي بويا وبكتب على الحيطه، وكان بكتب في عنا مواتير فبتقدروا تشبكوا كهرباء منها للاشتراك للاتصال على الرقم ومحطوط رقم. فأنا اللي شد انتباهي إنه الشخص اللي بكتب الكلام هذا لابس لبس صيادين، لابس طاقية الصياد، ازدير الصياد، اللبس كله بتحس إنه هذا شخص صياد. فبسأل صاحبي بقول له هذا شخص صياد إيش قاعد بكتب وليش قاعد بكتب؟ في قصة هان. ريادة الأعمال بتعلمنا أنه لازم دائماً يكون عندنا فضول ولازم نحاول نشبع الفضول هذا. انزلنا من السيارة ورحنا سلمت عليه يعطيك العافية كيف حالك، بلشت أتعرف عليه وأفهم منه شو بعمل، وعرفت أنه فعلياً صياد. واسمعوا إيش حكالي. قال لي أنا صياد ودائماً بدور على أشياء جديدة أعملها، الصيد بطل جايب راس ماله، فبحاول اجرب افكار تانية، واجت عندي فكره. والفكره اللي اجته انه بده يبني بزنس حوالين مواتير الكهرباء.
يعني بده يجيب ماتور كهرباء لمنطقة الشيخ عجلين وبده يشبك للناس في البيوت ويأخذ منهم فلوس ويبلش يعمل فلوس، بزنس عادي. بس الريادة في الطريقة اللي بنى فيها البزنس. اللي فهمته منه أنه لمدة أسبوعين كان بيلف على الحيطان بالشيخ عجلين بالذات، لأنه حدد أنه الشيخ عجلين فيش فيها ماتور كهرباء في الوقت هذاك، وبيكتب عندنا ماتور بتقدر تشبك كهرباء وبحط رقم جواله، وبس يكتب على مجموعة من الحيطان بروح على البيت وبقعد وبحط ورقة وقلم قدامه وبستنى. ببلش يستقبل اتصالات، فبقول لي أجاني أول اتصال، حدا قال لي أنت حاطط إعلان أنه في عندك مواتير كهرباء، قال له مزبوط، قال له بدي أشترك، أخذ منه اسمه وقال له بنرجع بنرد عليك. لقى أنه ثاني واحد اتصل عليه، ثالث واحد اتصل عليه، رابع واحد اتصل عليه، لقى أنه في طلب على مواتير الكهرباء على الاشتراك، وفهم أنه هيك لازم يعرف معلومات أكثر، لازم يحدد مين الزباين تبعونه، مش كل حدا بتصل عليه ممكن يكون زبون. فقال لي بلشت حطيت مجموعة من الأسئلة، وأي حدا بتصل علي بده يشبك بسأله مجموعة من الأسئلة، بسأله شو اسمك، وين ساكن في الشيخ عجلين، هل أنت موظف ولا لا، وقديش دخلك، وبسأله هل هو مستعد يدفع 150 شيكل اشتراك شهريا للموتور زائد 250 شيكل اللي هن الأب فرونت تدفعهن عشان التمديدات السلوك والأمان وما إلى ذلك. قال لي استقبلت في أول أسبوع أو 10 أيام تقريباً 90 اتصال. من 90 في 70 واحد دخلوا منيح مستعدين يدفعوا وموجودين في الشيخ عجلين بقدر أغطيهم. فعرفت أنه هنا في بزنس. اللي تعلمته منه أنه فعلياً هذا الصياد ما كانش معاه رأس مال للمشروع، ولا كان عنده الموتور، وفعليا جت عنده فكره. واول شيء قرر يعمله قبل ما ينفذ الفكره، قبل ما ينزل يشتري الموتور، قبل ما يشتري الاجهزه والتمديدات، انه بدي يعرف لو جاب الموتور ولو جاب التمديدات اللي بده يكلفه كثير فلوس هل في زباين ولا لا. فراح قال للناس على اعتبار انه عنده الموتور، رجع كلم 70 واحد وقال لهم قريبا حنمدد لكم بالموتور هذا، بس انا محتاج انه كل حدا منكم يدفع مقدما 2 شهر زائد انه يدفع تكاليف التمديد. وتفاجأ انه في 50 من 70 قالوا له ماشي فيش مشكله بندفع لك مقدم وندفع لك التمديدات. اخذ الفلوس اللي هن تقريبا 300 شيكل وكمان 250 شيكل 550 شيكل من 50 حدا وقسمهن قسمين. القسم الأول راح اشترى موتور ودفع تقريباً 20,000 شيكل دفعة مقدمة للموتور، والجزئية الثانية شرى فيها مواد التمديدات اللي لازمة عشان يمدد للناس وبلش يمدد. اليوم هذا الصياد صار عنده بزنس بمدد مواتير كهرباء أو بمدد كهرباء من الموتور تبعه لتقريباً 70% من الشيخ عجلين. اللي شد انتباهي بالفكرة هاي مجموعة من الأشياء. أول إشي إنه الشخص هذا هو المثال للريادي، ما عندوش فلوس، مش شغلانته، أهله صيادين وسيده صياد، كل العيلة عندهم صيادين، قاعد بغير إشي بيشتغل، فأخذ ريسك بده يشتغل في إشي جديد هو بفهمش فيه، ما عندوش رأس المال، صنع حلول عشان يتغلب لهاي المشكلة، زائد انه كمان اشتغل في منطقة مش منطقته، ما راحش اشتغل بالشاطئ لانه اسهل وعنده زباين غاد، لا راح اشتغل بالشيخ عجلين لانه شاف انه هناك في مشكلة. انا كنت محظوظ جدا خلال حياتي بانه سافرت على اكثر من 29 دولة، وخلال سفري التقيت بناس كتير، رياديين اعمال، مستثمرين، ناس بتشتغل بشركات كبيرة زي جوجل وفيسبوك ساوند كلاود وسبوتيفاي وما إلى ذلك. وكنت دائما بسأل الناس هاي وبتعلم منها وبسألهم شو الإشي اللي بميز رياديين الأعمال، شو الإشي اللي بخليك ريادي أعمال، ودائما كان بيكون عندهم إجابات مختلفة، إما الليدرشيب أو إما التيم أو إما الفكرة وما إلى ذلك.
لكن الإشي الوحيد اللي لقيته مشترك بينهم كلهم اللي هي العقلية، عقلية ريادة الأعمال. ولفترة من الوقت أخطأت بالاعتقاد إنه العقلية ريادة الأعمال بس بتنبني لما تكون في مجتمع راقي ومتحضر وبزنسز كتيرة وتكون رايح على أفضل جامعات. لكن الصياد هذا علمني إنه عقلية ريادة الأعمال موجودة عند كل حدا، مش شرط تكون رايح على Ivy League University عشان تصير عندك عقلية ريادة الأعمال، ولا شرط إنك تكون من دبي أو من أمريكا أو من أستراليا ليكون عندك عقلية ريادة الأعمال. القصة موقفة الشام. بعد الحادثة هاي أو بعد القصة هاي ما صارت، قررت إنه شو ممكن نتعلم من الصياد وننقله على برنامجنا، برنامج ريادة الأعمال في غزة سكاي جيس. أول إشي عملناه إنه فكرنا كيف ممكن نغير البرنامج بحيث نشتغل بمنهجية الصياد اللي هي المنهجية اللي لليوم نستخدمها في برنامج غزة سكاي جيس لريادة الأعمال. أول إشي عملناه جبنا حكينا أول إشي عمله إنه لازم تشوف إذا الزبائن بدهم المنتج تبعك أصلاً قبل ما تبني النموذج، يعني بدل ما تروح تبني البرودكت وتنزله على السوق ويمكن الزبائن يحبوه أو ما يحبوهوش، ممكن يستخدموه أو لا، ممكن يدفعوا مقابله أو لا. عملنا البروسيس بطريقة مختلفة، قلنا للزبائن المنتج موجود استخدموه وهو مش موجود. على سبيل المثال لو كان مثلاً أنت بتشتغل على تطبيق للمنتال هيلث للاستشارات النفسية، بدل ما تروح تبني التطبيق أو تبني الموقع وتجيب كل المستشارين وتقعدهم عندك وتروح تربط مع كل الشركات وبعدين تنزله على السوق ولا واحد يجي يحجز سيشن واحدة، أنت بتروح على فيسبوك بتعمل إشي بنسميه Lead Generation Campaign، بعرفها الدكتور نائل، بتقول للناس مرحبا إحنا في عنا، أو يعني بتعمل بوست عادي على الفيسبوك وبتقول احجز وقت أو استشارة مع طبيب نفسي أو مع أخصائي، وبتعمل شوية انتجريشنز بتعرف كم من واحد بكليك على الرابط، لأنه الكليك هاي إلها معنى، إذا كليك يعني مهتم يعرف أكثر. بتشوف كم من واحد سجل وقال لك بدي الخدمة هاي، بتشوف كم من واحد وصل لمرحلة إنه يدفع، إنه ضغط على عشان بدي يشوف السعر. وهيك بتعرف لو في عندك 1000 انت وصلتهم وفي 100 منهم عملوا كليك وفي 50 منهم دفعوا، بتعرف انه في سوق، في طلب. بتعمل كمان شويه ليد جينيريشن كامبينز وبعدين بتروح بتبني البرودكت، اذا بلزم تبني تطبيق اصلا او اذا بلزم تعمل موقع اصلا. المواقع والتطبيقات بتنعمل عشان تسهل العمليه مش هي الغايه، اذا ما بتسهل العمليه ما بتلزم. فكانت المرحلة الأولى عنا اللي بنعمل فيها ماركت ريسيرش، مش سيرفيز، مش انترفيوز وبس، لا، احنا بنروح وبنقول للناس هي الخدمة وبنشوف كم من واحد اجي طلبها، زي بالضبط لما تحط ستاند حلو في مكان الناس ماشيين فيه وتشوف كم من واحد ميل انه يجربها او يشتري. المرحلة الثانية اللي هي مرحلة بناء البرودكت، لما نعرف عملنا زي الصياد، الصياد عرف انه في ناس بدها المواتير فراح شرى موتور. احنا لما نعرف انه الناس بدها الخدمه بنروح بنبني الخدمه وبنقدمها للناس او البرودكت وبنقدمه للناس. المرحله الثالثه اللي مرحله التسويق، اللي احنا بننزل البرودكت على السوق او اللونش، يعني بننزل البرودكت على السوق وبنبلش نستخدمه وبنشوف هل الناس مبسوطه مع البرودكت نفسه واستخداميته سهله، هل الناس قاعده بتعمل اوردرز ولا لا. الاشي الانترستينج هان انه لما جربنا هاي الطريقة اختلفت النتائج عندنا في البرنامج. بالماضي كنا لما بنعمل برنامج ستارت اب كان الستارت اب ممكن تاخذ سنة عشان يبنوا البرودكت، وبعد ما يبنوا البرودكت وينزلوه على السوق الناس بتستخدموش، بيلزمهمش، فيش برودكت ماركت فيت، مش مناسب للسوق. لما استخدمنا هاي المنهجية السنة الماضية واللي قبلها تعلمنا انه 80% من الستارت ابس اللي بتخرجوا عنا بيعملوا ريفينيو من الاسبوع الرابع. من الاسبوع الرابع بيكون في عندهم دخل، ما بيستنوا يبنوا البرودكت وينزلوا على السوق عشان يصير عندهم دخل. لا، البرنامج تبعنا 16 اسبوع، المفترض انه انت بتطلق في الاسبوع ال 12، انت في الاسبوع الرابع لاحظنا انه 80% منهم بيعملوا دخل.
اتعلمنا ان هم اتعلموا انه خلال لما بتعمل ريفينيو بدري بتتعلم في البروسيس بدري، بتبني برودكت احسن، بتنزل على سوق احسن، بتحدد الزباين تبعونك احسن. الاشي اللي احنا بنحتاجه في فلسطين وبالتحديد في غزة هي عقلية الانتربنور. ناس كتير بتشكك اذا الريادة مناسبة لفلسطين ولا لا. اعتقد الصياد بعلمنا انه الريادة مناسبة في اي مكان، وانه الريادة بدها بس بيئة تنميها وتساعدها. دور غزة سكاي جيكس ودورنا احنا في التيم مش انه احنا نبني رياديين، دورنا انه احنا نينيبل الرياديين، نمكن الرياديين. بس عندكم عقلية الريادي ومهتمين بقصة الصياد، كل اللي مطلوب منكم تأوبزيرف، تلاحظ. لما تلاحظ مشكلة، لما تلاحظ فرصة، فكر كيف الصياد فكر وبعدين انضف هاي الفرصة. ما تروحش تبني برودكت وتنزله على السوق. وبهيك يعطيكم العافية، جاهزين للأسئلة. ناخذ أسئلة. طيب بهيك بنختم معناته. مين هناك؟ بس لو حدا هدف ضوء في عيني فمن أول الإشي. إيه؟ كل إشي ضوء في عيني. أوكي. لو سمحت، أول ما بديت القصة من البداية جذبني موضوع إنه أنت كنت بألمانيا ووصلك بريد. فالفكرة كيف وصلك؟ أنت قدمت ولا كان واسطة ولا معارف ولا شو القصة من الأساس، بداية قصتك والحكاية؟ أعطيك العافية، السؤال كتير ممتاز. شوفوا، أول شغلانة اشتغلتها بحياتي، مش أول شغلانة، أول شغلانة رسمية لطيفة نظيفة اشتغلتها بحياتي، أو خلينا نحكي مش نظيفة، أول شغلانة برستيج اشتغلتها بحياتي اشتغلتها بالواسطة، عشان نخلص من هاي. تمام؟ الإيميل وصلني لأنه صار عندي نتورك، صار عندي شبكة كونكشنز. عبد الله كان بيحكي عن الكونكشنز من قبل. الكونكشنز إنه يكون في عندك ناس بالنتورك تبعتك بتعرفك، بتعرف مهاراتك، مهمة. هاي واحد. اثنين، أنا بعرف غزة سكاي جيكس من 2011، اشتغلت معهم، كنت متطوع وكنت بدرب بال 2011 مع غزة سكاي جيكس. لما سبت غزة بال 2014 وسافرت ضلهم ذاكريني، ولما كان في إشي مفتوح تلاقت هيك الأقدار والأقمار بأنه حدا يحكي للمدير الجديد، كان جاي جديد وقتها، أنه كلم إياد ممكن يكون انترستد، وهو كلمني. فمش واسطة، كونكشنز. تفضل نائل. طيب، سؤالين متصلين ببعض. الأول، برأيك ايش قديش ابليكابل فكره تك بزنسز في غزه؟ تمام، تو ايش قديش ابليكابل فكره تك بزنسز في غزه؟ تمام، او ستارت ابس تحديدا يعني. الشغله الثانيه، خصوصا التك بزنسز اللي بتستهدف اسواق خارجيه. الشغله الثانيه، من التجربه تبعتك سواء في غزه سكاي جيكس او في الايكو سيستم والستيك هولدرز الموجودين فيه، شو اهم اسباب فشل الستارت ابس في غزه؟ شو اهم ايش اسباب فشل الستارت ابس في غزه؟ في غزه، في غزة. أوكي، ماشي. هذول سؤالين كثير مهمات. قديش ابليكابل، السؤال الاول تبع دكتور نائل، قديش ابليكابل فكره الستارت اب في غزه؟ حاليا على سكيل من 1 لـ10 بعطيها 3، ويمكن 3 كثير شوي. بس الفكره في غزه سكاي جيكس وفي التيم اللي بيشتغل على الستارت اب بالتحديد، انه احنا بنفكرش في اليوم، احنا بنفكر في قديش بدها تكون ابليكابل كمان سنه، كمان 5 سنين، كمان 10 سنين، كمان 15 سنة. والرؤية تبعتنا أو الفيجن أنه غزة تكون مكان، وفلسطين بشكل عام بالتحديد غزة، تكون مكان بينبع بالستارتابس ومصدر للتالنت، للمهارات، مصدر لكرييتنج جوبز لكل فلسطين. هذا الإشي مش راح يصير إذا وقفنا اليوم، إذا وقفنا وقلنا فيش إلا صياد واحد وفيش ناس تانيين، أو إذا وقفنا وقلنا الفكرة اليوم مش أبليكابل. إحنا اليوم نشتغلش عشان اليوم، إحنا نشتغل اليوم عشان بعد 10 سنين و15 سنة و20 سنة تكون الأفكار اللي اليوم مش أبليكابل تكون مسلمات في المستقبل.
هاي الشيء الأول. إيش الثاني؟ ليش الستارت أبس بتفشل؟ الفشل هو عبارة عن إشي معياري بدك تقيسه من يعني بدك تطلع عليه بديفرنت لينز زي ما بيحكوا بنظرات مختلفة. اليوم أنا دائما بحكي مثلا إنه الستارت أبس اللي اشتغلت اللي بلشت مع غزة سكاجيس ب 2014-2015 فشلت. بس الناس اللي اشتغلت فيها وفي عنا بيننا ناس منهم اليوم هم الناس اللي بتليد الستارت اب ايكو سيستم والتك ايكو سيستم مش في غزة في فلسطين. الناس اللي جربت يعني محمد الدكتور البشمهندس محمد جرب زمان يبني ستارت اب صح بس اليوم هو ليدر في التك ايكو سيستم. وائل الشرفة سمعته اسمه من شوي تمام برضو من الليدرز في الايكو سيستم. الناس اللي بتجرب ناجحه بالاضافه لانه التك ايكو سيستم في فلسطين كثير صغير او الستارت اب ايكو سيستم كثير صغير وكثير صغير بالسن وبالحجم. اذا نطلع على امريكا امريكا بلشت اول ستارت اب ظهرت في امريكا في 1969 احنا بلشنا نشتغل هذا امريكا الدوله العظمى احنا بلشنا نشتغل في الستارت ابس يمكن 2011-2012 فاحنا زي ما بنسميه التك ايكو سيستم تبعنا لسه بيبي بده شويه وقت بينمو. عندنا خيار من خيارين الخيار الاول نخليه بيبي ونسيبه زي النبته الخيار الثاني انه تيجي تسقيه تربيه يترعرع عشان بعد 10 سنين 15 سنه تجوزه اذا بدكش توديه على الجامعه. تفضل يا باشمهندس ان شاء الله اكون جاوبتك نائل وكمان الصبيه اللي هناك بدك تعيد سؤالك نائل اذا ما جاوبكش جاوبك اكيد طيب يعطيك العافية الله عافيك على ذكر محمد الخضري ووائل إذا بتسمح لي هيك في نص دقيقة لما صار الستارت اب ويكند الأول مرة في غزة كان محمد وكل الشباب اللي معاه بما فيهم وائل وكل شبابه اللي هم كانوا حتان الاي تي في غزة كانوا في جروب كنت أنا وكمان شباب معنا في جروب احنا كنا يعني نعتبر حالنا ليفل اثنين يعني في الناس من ناحية التك ولكن الصدمة العاطفية اللي صارت إنه لما طلعت النتائج تاعت الستارت اب ويكند محمد لا كان رقم واحد ولا اثنين ولا ثلاثة إحنا يعني ضبطت معنا الأقدار إنه نطلع من أول ثلاثة بس ما كناش أول ناس فأنا ومحمد على المستوى الشخصي إجانا نوع من الشوك إنه يعني إحنا أحسن اثنين موجودين في المكان كيف في فكرة ثالثة بتاخد رقم واحد وكان الله سهل عليه صديقنا أحمد عبد الرحمن في تيك يور ميديسن هذا الموضوع ايش بذكره عشان السؤال اللي بدي اساله انه لفتره كثير طويله كان يعني يمكن بدي اخذ من اللي صار مع دكتور نائل لما كان بيحكي انه الماركترز لازم يكونوا ديجيتال انيبلد او لازم يكونوا بيفهموا في التك لانه اذا انت بتشتغل تسويق رقمي جزء منه رقمي فاذا انت ما بتفهم في الرقمنه ما راح تفهم في التسويق الرقمي بالاساس او ما راح تقدر تعدي الليفل الصغير اللي واقف. هلا ايش المطلوب؟ المطلوب انه شباب التك المبرمجين يفكر حاله انه هو البني ادم الجينيوس اللي بيقدر يطلع الافكار اللي بما انه هو كتب الكود هو الانسان اللي بيملك الاونر شيب تبع كل الكوكب وباقي الناس اللي حواليه بس مجرد يعني ادوات بسيطه في الطريق بجيب لي مصمم بيشتغل شويه بجيب لي ماركتر بيشتغل شويه ولا مطلوب ناس من برا التك اندستري هي اللي تكون الناس اللي بتعمل الاوبزرف وهي اللي بتطلع الافكار والتك هي بس مجرد وسيلة من الوسائل لا نوصل لهذه النتيجة. فدائما بنحس إنه في عنا نوع من الغموض إنه مين الشخص المهم هو المبرمج المهم هو البرودكت المهم هو المبرمج هو اللي بيملك الفكرة هو اللي بيملك الحق في هذا الستارت اب فإذا بس بتعرج لنا شوية. تمام. أريد هذا أهم 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 يعني من أهم الأسئلة اللي بتمر علينا دائما. شوفوا اول شيء احنا في غزه سكاي جيكس نفسها هي ستارت اب والستارت اب بروجرام الاكسلريشن هو ستارت اب جوا ستارت اب وبنشتغل مع ستارت ابس هاي مقدمه للاجابه ليش بحكي هيك بال2014 15 16 الجيكس بلشت برامج الاكسلريشن كان التركيز على الناس التكنيكال هذه التكنيكال ستارت اب بدك تجيب ناس تكنيكال هي اهم شيء كان اكبر مشكله عند الستارت ابس في البزنس ببني البرودكت ومش بس ببني البرودكت بقعد سنه يبني البرودكت مش عشان بعرفش عشان بدوش يخلص فيروح على المرحله اللي بعدها
او عشان اي برودكت في العالم تقدر تضلك تحسن عليه، فبضلهم يحسنوا عليه. وفيش حدا بزنس يجي يقول وقف هان، هي اللي انا بحتاجه، تعملش ولا شيء ليدر، ويجي يقول لك بدي اروح انزله على السوق وتستت مع الناس واشوف راي الكاستمر. انا بنيت ستارت اب لما نزلت فيها وعملت اول 6 شهور تقريبا $1,000,000 عمليات في 6 شهور. انا نفسي اللي بدرب الناس ما تعملش هيك، ما تعملش الاخطاء هاي، بقع فيها. كنت باجل يوم ورا يوم ان انا انزل البرودكت على السوق. ليش؟ خايف من ردة الفعل، خايف اسمع انه هذا مش راح يزبط. لما اجيت على الجيكس وكان رايان المدير موجود، قال لي اياد اكبر مشكله عندنا انه الناس ببنوش البرودكتس وبطولوا فيهم وفيش ناس بزنس تشيل كمان. فصرنا بدنا الناس تبني البرودكت، فجينا بس عملنا شيء بسيط جدا. انا ما جبتش روكت ساينس، جيت قلت لهم معكم 6 اسابيع. ال6 اسابيع هذول تبني البرودكت، طلعوا لي ام في بي، كيف بكم قديش بعرفش. ويوم يعني يوم الاخر يوم في الاسبوع السادس بدنا ننزل على السوق. لقيت انه الناس بتخلص في 6 اسابيع، بتاخر اسبوع واسبوعين، بس بعرف انه هذا فاينل ديدلاين. اتاخر كمان اسبوع، يعني في ناس موجوده جربت معنا، نعطيك كمان اسبوع 10 ايام. بس بدل ما كانت المده سنه صارت بس 6 اسابيع. الناس الكيف للستارت اب اللي هو الشخص اللي عنده الفيجن للستارت اب، مش التكنيكال مش البزنس، سواء كان التكنيكال او البزنس. اذا انت عارف الستارت اب هاي وين رايحه، انت اللي بتليد الستارت اب. اليوم نطلب في اي في البرنامج عندنا انه يكون في التيم في ناس تكنيكال وناس بزنس. وللاسف لما بنقول بدنا ناس بزنس، بيجي الحدا اللي ما عندوش سكيل بيقول لك انا تبع البزنس في الستارت اب هاي. لانه في حدا مره حكى انه كل حدا ذكي بما فيه الكفايه انه ما يدرسش بزنس. انا بحب اقول لكم انه هذه اكثر مقوله خطا في العالم. بزنس بده دراسه، بده متابعه، بده تعلم، بده ريفليكشن. فالاثنين مهمين، بس الاهم الشخص اللي بدرايف الفيجن، لانه لو الثاني نزل هذا هو اكيد مكمل. يعطيكم العافيه. اظن لازم تغنوا انتم هالقيت. يعطيكم الف عافيه.